وهنا قبل أن تغادر ونغادر ثمة وصية خفيفة للإخوة، وهو أن الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فاحرص أيها المحب الراغب في نجاة نفسه على الوقت، ولا تضيعه في القيل والقال وكثرة الجدال. أقول في القيل والقال وكثرة الجدال، وما لا نفع فيه لك لا في الأولى ولا في الآخرة. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حال. احرص على الوقت، فالوقت كما قال الإمام ابن القيم، الوقت أشد من الموت. الناس يقولون أن الوقت نعم أغلى من الذهب، ما أصابوا في هذا، بل هو أغلى من الذهب وأغلى من كل شيء. الوقت أغلى من ماء العينين، وماء العينين أغلى من الذهب. لو قيل لك واحد آخذ ماء عينيك وأعطيك بوزنك ذهبا تقبل؟ فصار ماء العينين أغلى من الذهب، صحيح؟ أليس هكذا؟ إذن بارك الله فيك، الوقت أشد من الموت. قال رحمه الله، قال: لأن الموت يقطعك عن الناس والدنيا، وأما ضياع الوقت، يقول ضياع الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك من الناس والدنيا، وأما ضياع الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. يقطعك عن الله والدار الآخرة. ولهذا تجد أن الأئمة لو قرأت في تراجم كيف كان الواحد منهم يحرص على وقته، ما عنده وقت للكلام الفارغ والذهاب والإياب، وتضيع الأوقات والأعمار في العشوات والأكلات والسهرات والنكات والضحكات، ولا يعطي الواحد للعلم من وقته إن أعطاه إلا النزر اليسير على ندرة بين الأيام، لا ينفع هذا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ابتليت بالبطالين، يجلس إليه البطالون، ما عندهم لا شغلة ولا مشغلة، يعني أنهم يجلسون إليه يريدون ماذا؟ الاستفادة والفائدة، هم بطالون وكلام بس حكي. ابتلي، يقول ابتليت بالبطالين. كيف كان يشتغل وقته حتى لا يضيع عليه الوقت وفيه حياء أن ينفرهم، لكن كان يتخولهم بالفائدة بين الأخرى، ولكن كان عندما يتكلمون يقول: كنت أشتغل ببري الأقلام، أجهز الأقلام وأجهز الأوراق، إذا انتهى أو لا أبدأ أنا إيش أستعد أكتب مباشرة حتى لا يضيع الوقت كمان هناك في البري ونحت الأقلام وغير ذلك. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم اللغة الشهير وإمامها: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. أثقل، لأن تشغله عن القراءة والعلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فحاجتهم إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، هو ما يدري رحمه الله، أقول لا يدري رحمه الله، أن كثيرا من الناس إيش مرة مرتين يأكلون في اليوم، يأكلون مرات، كأن الواحد منهم يعلف من الصباح حتى المساء، هو يعلف يأكل كثيرا يعطش كثيرا فيشرب كثيرا فينام كثيرا فيكسل كثيرا ويتخلف كثيرا ويتجشأ كثيرا وهكذا.
نعوذ بالله من هذا. قال فإنهم يحتاجون للطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ولكن حاجتهم إلى العلم في كل لحظة. قيل له إلى متى تكتب الحديث؟ قال لعل الحرف الذي ينفعني لم أكتبه بعد. أحمد بن حنبل هذا إمام أهل السنة. قيل لابن المبارك إلى متى تكتب الحديث؟ قال إلى أن أموت، إلى أن أموت. يا أخي المقارنة صعبة أصلا، صحيح، ولكن ليس هذا الأمر المستحيل، وهو أنك تشغل هذا الوقت العظيم الذي لو ذهب والله ما تستطيع أن ترده أبدا. لو قلت لكم تستطيعون رد الوقت الذي بين المغرب والعشاء من هذه الليلة ما تستطيعون، وكل منكم يعرف ماذا قضى في هذا الوقت من نوم أو دراسة أو إلى آخره. العصر ما تستطيع، قبل إلى أن مجيئك من الحرم إن كنت صليت في المسجد النبوي إلى المسجد هنا ما تستطيع أن ترد هذا الوقت، صحيح؟ ما يرجع، خلاص ذهب بما فيه وكتب. أقول وكتب ما قدم فيه المرء. فاحرص أيها المحب على أن لا تضيع الوقت، وأن لا تشغل هذا الوقت إلا في مراضي الله جل وعلا، وفيما يقربك منه ويبعدك عن مساخطه، وتحقق فيه التقوى التي أمرك الله جل وعلا بها بقوله واتقون يا أولي الألباب، ويقول جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير. فانتبه أيها المحب أن لا تضيع الوقت، انتبه من تضييعه، واحرص على أن لا تضيعه. الآن ستكون عندك فرصة كما يقال ووقت، ها؟ فاستغل هذا في مراجعة ما أخذت وحفظ ما حفظت وتثبيت ذلك والمراجعة والتكرار، فإن التكرار يثبت المعلومة، التكرار يثبت المعلومة. يقولون في المثل المعروف العلم في الصغر كالنقص إيش؟ على الحجر. يعني أنتم ما بلغتم سن الكهولة بعد حتى نقول يصعب، لكن تستطيع. إنما العلم بالتعلم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرص على الإفادة من الوقت، ولا تضيع في القيل والقال والمناحرات والمشاجرات والمجادلات والمجالدات. أحيانا ممكن تتوصل الأمور تتسع إلى المجالدة أحيانا. والزم أيها المحب أيضا غرس أهل السنة وعلماء السنة، وإياك وبنيات الطريق، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. ولا تقل كما يلقن هذه الكلمة بعض الناس، لا تقل أنا طالب علم، أنا أنظر، أنا أتأمل، أنا أرد، أنا أقبل، لا أقلد أحدا. قد أجبنا على هذا وبينا في لقاء مضى طرائق أهل الأهواء في تقرير ماذا؟ باطلهم، في تقرير ماذا؟ باطلهم. ومن ذلك زرع الغرور والعجب في الأتباع. هو عندما يقول لك أنت طالب علم لا تقلد، انتبه، ها، ينفذ في روعك ماذا يكون فيك؟ أهلكك. مدح الإمام الألباني بين يديه فبكى، ما قال إيش عن نفسي، ما أنا إلا طويلب علم، وهو إمام بحق، صحيح. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قرأ أحدهم أراد أن يقرأ قصيدة في مدحه فأوقفه ونهاه عن أن يكمل، وهو بحق إمام. هؤلاء الذين عرفوا قدر العلم وعرفوا منزلتهم وتمثلوا بالسنة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في مثل هذه الثناءات وهذا المدح، وقالها عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي قصمت ظهر إيش؟ أخيك.
وقال احثوا في وجه المداحين التراب. كما قال غير واحد من الأئمة: العجب يهدم المحاسن كلها. وفي تراجم بعضهم قالوا أهلكه العجب، أهلكه العجب وهو حافظ، أهلكه العجب وطاح به. نعوذ بالله. فانتبه أيها المحب، واعرف قدر نفسك، وخذ العلم من أهله، وتلقفه من أفواه العلماء العالمين العاملين الناصحين لك. لا يريدون منك جزاء ولا شكورا، إلا الدعاء لهم في ظهر الغيب فقط، ما يريدون منك غير هذا. وقد نصحوا لك وزرعوا فيك الخير إن شاء الله بما يستطيعون بعلم وعدل، فحرص على هؤلاء ولا تماشي من يغرز أو يزرع في نفسك هذه الأدواء من الكبر والغرور والعجب بالنفس والاستعلاء والتعالي، كل هذه والله مهلكات. ورب السماء، لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعقلون. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.